عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله وفي امان الله. جيت نشارك معكم العشيوه ديالي ديال هذا النهار اللي غندير وليداتي، اللي هي لي بات بلا صوص بلونج وبلي فخوي دمير. المقادير على بركه الله كالتالي: عندنا القزبور ومعدنوس هنا مخلط، عندنا هذا شومبينيون، عندنا الثومه، عندنا العطريه اللي هي البزار، سكنجبير، الملحه، العطريه ديال الحوت مخلطه، عندنا واحد البصلانه مشلده، فرماج، عندنا هاد لاصوص المحار كيعجبني انا نديرها، واللي ما عندوش ماشي ضروري يديرو، سي با لابي باش ديرو هانيه. كاين عندنا هنا الزعتر، وعندنا هنا واحد الفلفله مشلده هنايا، وعندنا القشده الطريه وديال الطياب ومخلطها بشويه الحليب، وعندنا هنا الكروفيت والكالامار. على بركه الله نبداو الوصفه ديالنا. على بركه الله غنبداو الوصفه ديالنا. كنديرو الزيت هو الاول، ثومة، كنديرو البصله اللي شلضنا هنايا. كنتمنى تكونوا كتسمعوني مزيان، يمكن عندي الصوت شويه ناقص. من بعد ما دزت البصله غادي نزيد الثومه، الثومه اللي شلضنا. نحركوها شويه هكذا، نبقاو نحركوها شويه على ما تهبط شويه البصله. كنزيدوا العطريه. سمحوا لي، سامحتي اي استماع تيلي سواني الشلحيت هذا ونتني واش كي راسا ديو نشارك غير من سينو ولا تسكري غير وانا ان شاء الله. سكراسن لي بات، لي بات سلاصوص بلونش دغالي الكالامار القمرون. المهم يغيد الكاسن الزيت، يغيد يا الظالم تيشلدن، يغيد الثومه، ربعه د الفصوص الثومه، العطريه سكنجبير تيسنت، العطريه يسلمان، البزار. زيد غن الشامبينيو، زيد غني في فلاك الشول نكون نتيني في فلاك الشول زعما الفلفله الحمراء. يغني ميك القزبور والمعدنوس. غادي تزيد غير الكالامار. اللي ما توفرتش عندها هاد المسائل كلها، يعني يعني الكالامار والكروفيت والقشطه، يعني المراه المغربيه بطبعها كتكون متيوله الحمد لله، يعني حتى اللي ما عندوش الامكانيات كافيه باش يشري هادشي كله، يعني كل مره وقت ما كتخرجي تقداي كتزيدي مره كتاخدي شويه الكالامار كتحطي عندك في الكونجيلاتور، كتقداي شويه القمر وكتحطي عندك في الكونجيلاتور، كتجيبي شويه القشده كتحطيها عندك عاوتاني في الكونجيلاتور. المهم كل مره كتقداي حاجه 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 باش ملي كتكوني باغا ديري شي وصفه كتلقيها سهله، ماشي كتجيك صعيبه انك تاخدي كلشي دقه واحده. كيكون صراحه مع هذا الغلاء اللي واقع راه لا اله الا الله. كنسدو عليه كنخليه شويه يطيب واحد شويه، كنكملو على الطبخه ديالنا. كنزيدو الكروفيت، كنزيدو الكروفيت حيت هو ما كيبغيش بزاف الطياب. التكايو ديما كنصاد شويه بركه. كنزيد شويه الزعتر،
انا الزعتر كيعجبني صراحه، كيزيدو في الاخر كيجي زوين وكيعطي واحد النكهه زوينه. نسيت نزيد فيه لاصوص ديال المحار تاع هي اللي قلت لكم قبيله. المهم دريت ملي ملي ماكوش الخير هذا كلشي، زيد غا زيد غلا سوسان المحار، زيد غلا القمرون، زيد غير ميكن الزعتر. اشكو الزعتر نتا انا راه تريتيك ما تلخر كلشي على حساب هادو اللي حروا. ايوا الطبق ديالنا نخليه كيكمل الطياب ديالو ان شاء الله واحد شويه واحد 5 دقائق وغنكملوا داكشي اللي بقى. الخير هادي نوا هذا سني كمل الطياب، هذا سني كمل غير كلشي خصان هاد زياد غير ميكن لاصوص القشده الطريه. القشده الطريه غير غاسي ميكن الحليب، يطا الكرتون ديال القشده الطريه غير غاسي ميكن الحليب غيكا. غنتفيغ الخيره تزيد غير الفرماج نكره بزاف تلقاه قوه الفرماج. بارك الله يجعل البركه شاديين الاختيار نص. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا من بعد ما زدنا عليه لي باط وحطيناه بالصحه والراحه وشهيه طيبه، وكنتمنوا تشاركوه معنا وغيعجبكم ان شاء الله. استما ديتما كذا هي الشكل النهائي الطبق اللي نسكر غصادي منسي بعد ما تنوال لا كريم فريش غمسنا الاسلمان على كلشي. نزيد سليبات نحرك. المهم قالت الطبصيل هذا هو الشكل النهائي. بالصحه والراحه.